أمو لو تدريش كد مقهورة لأن حنان اتطلقت من رجلها هذا. مبين الحزن راح يطلع من عيونك. شلون تسوين هيك حفلة؟ أنت تعرفين حنان حساسة، تسوي لها حفلة طلاق؟ مو عمو أني إذا ما سويت لها هاي الحفلة ورقصت وهالهلة يومين وترجع له. هاش ما أدريك. أسألني أني هاجب أقصد يعني مرة تجارب وهواية. هسه بشرني الشيخ طلق؟ إي طلق وهسه طالعين من يمه. فهميني إحنا إيش منتظرين؟ منتظرين صديقة أخصائي لحفلة الطلاق، هذا هو اللي راح يسوي لنا الجو ويعلقه. الله يوفقك، تعالي اقعدي تعالي. يلا السلام عليكم. هلا بحياتي. هاي اتحلحل لا استوي غاره كندت الثوب ها ارتاحتي هاي بتل تكملها تكملها كملها يا بدعوفني عادي انا شلون عم هاي بتك انا رايح وين رايح مو هاي الحفله مسويها على مودك مو قلت طلقتها وخلصت منها اليوم مش بعرقص ربنا يجعل اخر الافراح ربنا يجعل دخلتنا عليك ودخلت شؤم باذن الله مش حوصيك المدعو ده وعلي من مستحي اشرب راحتك هو انت خربتيها ليش هي فاتحه وخسره هنا خذها حسن ودخلها الحسابات توصيني ما توصينيش انا هخليه ليصلح للحياه الزوجيه من جديد طب وسعوا كده بقى يا جماعه مش عايزين هوسه الله يكرمكم اطربني اطربها اطردها منوره طليق منوره طلقه سمعني يا ابني احنا سلام لحسام وكمان مره حسام يعني اللي ما بيغسلش رجله قبل ما بينام اللي فلوسه كلها حرام وسمعني يا ابني سلام بالسلامه السلامه يا حبيب قلبي خش يابا شوبي هي اغنيه مغنيتها سميره سعيد قابل سعد الحديثي ايه ده ابله ريهام واستاذ زياد نصر قريبكم اتشان هو انت صاحب مبدا ولا صاحب فلوس ايه السؤال الغبي ده طبعا صاحب فلوس دخلها ابن الحسابات سمعني يا ابني احلى سلام لطلقتنا اللي منورانا النهارده حنان كمان مره حنان يعني عره النسوان يعني اللي امها شحاته وابوها جعان يعني اللي بتحرق الرز وتخرم البتنجان هو ده الكلام يعني اللي كل ما تديها على قفاها تقول لك كمان قوي 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 والله بحبك مور واحب انسى الطور واكره تفاصيلك سن ونكد وغور واللي يجي من وشك يا رب حنان أم بربور هو هذا جايب تريهام؟ أنا بربور؟ والآن مع كلمة أبو الطلوقة شكرا شكرا حسام عمي أنت واحد زبالة ما تشوفني تميت عليك الحقيقة لما إجا حسام يخطب حنان كان واحد عار عطال بطال زبالة باين عليه حق قلت ما يخالف باكر اقبله الله يهديه يصحى يلم روحه ويصير عنده فلوس بس الزباله عمرها ما تنظف الواطي عمره بيعلى 5 سنين وياها ما وتتها من الجوع ما شافت وياك يوم واحد راح انت عار حبيبي عمو ربي ياخذك شكرا ربنا تعزكم بجد مش عارف اقول ايه الهي ما بتقعد تشوفوا بعض خش يا ابني ربنا يديك على قد نيتك ليه يا ابني الدعوه الوحشه دي على قد نيتي ده انا نيتي مهببه والان مع كلمه الطليق اني
واعوذ بالله من كلمه ثانيه، لما رحت لابويا وقلت له اريد اتزوج حنان قال لي دول مو خوش ناس، دول زباله. بس انا قلت له لابويا ان شاء الله يتغيرون ويا الزمن، ومثل ما توقعت بقيت زباله ما تغيرت. وظلت هاي المتعوه طليقتي تسمع كلام هاي رهان لحد ما فلشت بيتي هاي بت الحلال. وشكرا. Thank you.